ما زال الدوري السعودي يبهرنا بأرقامه وانتداباته ويسجل رقم جديد. الدوري السعودي الرابع عالميا في الدوريات الكبرى في الانتدابات وأرقام الانتدابات، اللي هقول لكم في مين صرف أكتر من الدوري السعودي اللي بيحل في المركز الرابع، وكمان الانتدابات لم تنتهي في الدوري السعودي. يعني كاراسكو في الشباب، فينالدوم للتعاون، راموس يقترب من اتحاد جدة، وما زالت صفقة محمد صلاح لم تختم بعد أو لم تنتهي بعد، زي ما كله قال إنه باقي لسه. وكمان هنتكلم في الحلقة عن كلاسيكو اتحاد جدة والهلال، اللي فينيسيوس جونيور كان مصور وهو بيتفرج على الكلاسيكو، وبعض الجماهير من البرازيل وجميع أنحاء العالم اتكلموا. فلايكك الجميل وشيرك الجميل وقول لي رأيك في الكومنتات، ونصلي على حبيبنا وشفانا محمد صلى الله عليه وسلم. فيلا بينا. في البداية زي ما قلت لك، الدوري السعودي بيحل رابعا في الصرف في صفقات الصيف. المركز الأول، وأنا عايز قبل ما أقول المركز الأول، طب يا عم كلوب، ما أوروبا بتصرف، ده السعودية يا عيني المركز الرابع مش المركز الأول عشان تقوله بتفسد ومش بتفسد. أقول لك مين اللي بيفسد؟ أقول لك. المركز الأول الدوري الإنجليزي انتداباته سجلت مع نهاية الميركاتو 2.8 مليار يورو. نصيب الأسد كان طبعا لتشيلسي ب 464 مليون. أرسنال كان جايب 234 مليون يورو. أغلى صفقة كانت ديكلان رايس ب 616.6 مليون يورو. فيعني ما تتكلموش انتوا عن الانتدابات وان مين اللي بيبوظ السوق. في المركز الثاني الدوري الفرنسي ب 900 مليون يورو. باريس طبعا نصيب الأسد ب 300 وشوية. وفي المركز الثالث بيأتي الدوري الإيطالي ب 851.6 مليون يورو. والمركز الرابع الدوري السعودي ب 846 مليون يورو. نصيب الأسد كان للهلال ب 353 مليون يورو. وقمة أو أغلى لعيب كان نيمار ب 90 مليون يورو، ده لسه محمد صلاح لو جه. فدول الأربعة. الخامس كان الدوري الألماني. فالدوري السعودي مش أول، مش بيبوظ، ده الإنجليزي صرف 2.8 مليار يورو. فمين اللي بيبوظ؟ اللي صرف 800 ولا اللي صرف 2.800؟ يعني صارفين 2 مليار أكتر من السعودية. لسه الميركاتو لم ينتهي، وممكن الدوري السعودي يجي في المرتبة الثانية لسه صفقة صلاح، وزي ما قلت لك كاراسكو وفينالدوم، وكمان موجود راموس اللي على أعتاب اتحاد جدة. لكن مركز رابع مش أول، فما تعيطوش وما تتبكوش وتتهموا السعودية بحاجة انتوا أول ناس عملتوها. ده سوق، واللي معاه يلزمه واللي معهوش ما يلزموش. نخش بقى على الانتدابات اللي اتكلمنا عليها، ان لسه السوق ما قفلتش في السعودية. كاراسكو بشكل كبير في الشباب. الشباب محتاج لعيبة. الشباب بيمر بفترة مش كويسة، نتائجه في الدوري مش احسن حاجة، ده ممكن يكون متعادل ماتشين او مغلوب بقية الماتشات. وسيرجيو راموس الصفقة الكبيرة اللي بيحاول اتحاد جدة انه يخلصها، وده هيبقى مكسب لراموس على فكرة. راموس من غير فريق، وراموس كمان كبر، فهتبقى مكسب لراموس ان يجي الدوري السعودي بجانب لعيبه او صاحبه القديم كريم بنزيمة. فالصفقة، لان في كلام برضو ان اشبيليا عايز راموس، بس اعتقد لو فعلا اتحاد جدة دخل فيها
هياخد الصفقة. وآخر انتداب معانا فينالدوم اللي خلاص في الاتفاق جنب صديقه القديم هندرسون. الانتقالات لسه هتخلص يوم 7 اعتقد. محمد صلاح الاتحاد جدة لم يرمي الفوطة، ما رماش الفوطة. اتحاد جدة بيجهز عرض زي ما قرينا، بيجهز عرض بقيمة 200 مليون استرليني لليفربول لانتداب محمد صلاح. فهنشوف ايه اللي هيحصل. وعن الصورة او التويتة او الستوري اللي كان حطه فينيسيوس جونيور وهو بيتفرج على قمة اتحاد جدة والهلال، بيبين قد ايه ان الدوري السعودي بقى محط انظار العالم كله. البرازيليين اتكلموا في تويتات بتقول في نفس الوقت كان روما بيلعب الميلان ان الماتش بتاع الهلال والاتحاد كان افضل من ماتش روما وميلان، وده اللي احنا قلنا الفترة الجاية في امور كتير هتتغير. واتعرض في ايران للمرة الاولى، وامريكا الجنوبية و59 منصة بتذيع الدوري السعودي، منها ماركا الاسبانية ماركا وفوكس برضو منصة فوكس معروفة عالميا. فزي ما قلت لكم الدوري السعودي سنة سنتين ثلاثة بالكتير هيبقى الدوري رقم واحد او يا سيدي رقم اثنين على مستوى العالم. كده بكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة. السعودية سوق، وعلى فكرة الناس بتقول ده صارفينه هيلموا اكتر من اللي صارفينه حقوق ورعاية وكل اللي انت عايز تقوله قوله. كده بكون وصلت لنهاية الحلقة. لايك وشير وسلام.